السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. كيف صحتك يا علي؟ كيف أيامك؟ مبسوط؟ الله يسلم. الله يعافيك. الله يعافيك. يا علي أنت مشترك هذا الزهب ولا كيف؟ والله هذا مشترك من عبد الله بن عاد. أيوة أنا كل مرة أراك أنت على هذا الزهب قاعد هنا. الله طالب الله. الله يسلمك صادق. وكيف دحين هذه السنة إن شاء الله معكم خضر ولا كيف؟ والله يا أخي لا سنة نطر هنحصل خضر. لكن نطر فيه. عم قشر كله حقه محبة تحت. صادق والله الله يسلمك. ايوه يبغى له حميه معناته. ايش يا حميه؟ انت تدعم تروح من هنا تشط يجلق السدعه هنا. ياو لا لا ما بطير والله مره ما تقدر في ذحل لو تهبل ولا ما هي بتلف. يلا تهب لك قلقيله ولا تهب لك واحد يماني تحط له سهوه ها هنا. ايش الف ولا ايش ضرب؟ صادق والله ما هو يبغى له شقوه. والله ما بطير اللي يبغى له شقوه والله انا ترى معايا فين بحري بلد. انه اتريريين ومن هذه الحبوش ومن هذه الكل المهمه من كل جنسيه يعني شقايا عليه وانا انه بطر نفر ونفر كذا ولكن على الله وطيب المهمه يعني دحين كيف يعني اعطاكم ذهبه يعني تهبلوا منه شيء ولا والله ما قصر قال لي عين حصلت شيء واجا شيء ها شنو ما جي شيء الله يعزك كملوا سنه عندك كملوا والله يمكن 5 سنين ما شاء الله تبارك الله عليك والله ما شاء الله انت يعني كم لك تقعدت كم لك والله لي اكثر عن 7 سنوات او 8 ما شاء الله والله صادق والله يا كثير لا لا كثير اكثر لا والله كثير اي والله لا ما شاء الله تمام يعني كويس ما احنا جينا سوا سوا عشان احنا درسنا سوا والله درسنا سوا صح كان اجي ربك وانت راقد والله انك صادق والله يسقي زمان والله صادق والله ايام الدراسه هذه صدق والله يا اخي ايامها ايامها دراستنا غير دراسه اليوم دفتر كله دفتر رسالة واحدة تختبره صادق دفتر كله اليوم كل اسبوع يبون اختبار ها اختبار اختبار والله انك صادق احنا ما لقينا احنا كان غيب دفتر غيب تدرس السؤال بيني ايوه صادق لانه بحر فاللي تنكب في بحر الكتاب كله يقول لك ذاكر ما ادري انا من فين اقول لك بشهادة حق سادسة حق زمان تعادل ادم صادق دبله. صادق والله والله صادق والله ما اليوم يا شيخ الله يعينه بس والله الطلاب اليوم كذا كركر دحرها دحين الساعة 8 ابو دوام دحينها برات ابو صبيها دحين فلتها ترى عند المدرسة يا ابون يا ابون وبعضهم يا ابون ما يبر وبعضهم يا ابون ما يبرهون وبعضهم كدكدهم فوجي يوم ما ماشي ما يشن علمه ما يشن علمه ما عاد معنا الا الصبر اي انا ابو ابو كان ينبهن والله العظيم كان صادق والله زمان انت اللي عارف يعني انت من جيلي ومن من زماني والله لا ينبهن ولا شيء ولا زيد لما قمت لا اله الا الله يضرب فيك حتى يوصلك عند المدرس ويقول لك ها يقول له تبقي لي الا بعظمه بعظمه نعم اليوم لا والله اليوم حتى الطالب يتهدد الاستاذ يقول له والله لا ما لا اسوي بلا اقول لك طالب احنا درسنا في هذاك العام زمان كان شهاده رابعه او خامسه تكتب رساله قد اي صدي صادق اي حاجه الان لو في واحد زحانه خارج الثانويه حرم ما يعرف يكتب لك رساله والله انك صادق والله صادق هذه الدقره الابيض والله والله كلامك صدق انا قدها في سادسه كان معايا ولد عم في الرياض اسمه احمد حسن سمسار تسمع به ايوه هذا معاه تزوج محرجه وهذه والدته تمتحني كل مره يا امك اكتب لي رساله اكتب لي رساله اكتب لها رسائل يعني ما شاء الله وانا في سادسه رسائل والخط واضح انا والله ما تعرف تقرا خط والله نكتب لها من سادسه رسائل وبعدين نكتب لك يعني يجون بعض المشاكل تحصل بين الحكومه وهكذا بين جيراننا وكذا قال اكتب لي معروض اكتب لي مقدمه للامير ولا للقاضي ولا للاي ونكتبها والله بفضل الله وتوفيقه كان قدام يعني ما شاء الله يعني تعليمنا تعليم صراحه عم كتاب الابلة تكتبه 10 مرات الابلة التاريخ والحساب والجبر يظل تكتب 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 حتى يدك هذه تعتر بعض الوقت نبلها سليط ونبلها ان شاء الله قال لك ترطب عثر من الكتاب ابلها زيت فرامل من الابلة ابلها اي حاجه المهم يا اخي من الابلة والى ما فيه الى ما كتبته ولا شيء الله اكبر يجي عدها يبدل الاستاذ يبدل عدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قال لك يا ريم 10 قلت له يا استاذ والله تعبت ومريض وجمي ما عاد قدر وهبت له ترى الا صليط وزيت وريحه تنفقص اشم وريحه تنفقص عشان اشم انفقص عشان يعرف اني يعني ما يقول لي كذب قال انا ما اعرف فقصه ولا اعرف جدتي تعالى ومكن خبطك حتى قال لك والله العت كبها والله العت كبها وما شاء الله على تعليمنا زمن الله يوفقه بس الحمد لله والله فرصه سعيده يا علي اليوم لقيتها معاك الله يحفظك يا والله يحفظك
الله يسترنا بستر ان شاء الله ويوفقنا.